السلام عليكم، كيفكم؟ أسعد الله أوقاتكم. عن إيش بدنا نحكي اليوم هيك بخمس دقائق سريعات؟ بدنا نحكي كيف نعبر عن الملكية باللغة الإنجليزية. مثلا الضمير هذا ماي لما نستخدمه، أول إشي لازم يكون بعديه اسم. شو في بعديه؟ اسم. كيف نستخدمه؟ ماي بوك. هسا بسألك شو معنى كلمة بوك؟ بتحكي لي الأستاذ عرفات بوك معناها كتاب. طب ماي بوك كتابي. طب كار سيارة. طب ماي كار سيارتي. إذن الماي معناها حرف الياء. حرف إيش؟ حرف الياء. طب خذ هذا المثال، شو معنى أخي؟ بتقول لي أستاذ عرفات أخ معناها براذر. حط قبلها ماي بتصير ماي براذر. أقلامي بنز. حط قبليها ماي بتصير ماي بنز أقلامي. إذن الماي شو معناها؟ حرف الياء. طيب تمام، اللي بعديها شو معنى أور؟ خلينا نطبق بالأمثلة لنعرف شو معنى كلمة أور. شو معنى كلمة سكول؟ مدرسة. طب شو معنى أور سكول؟ مدرسة تنا. إذن الأور شو معناها؟ الناهي. مثلا أور تيتشر. شو معنى تيتشر؟ معلم. أور تيتشر معلمنا. طب كرتنا، معنى كلمة كرة بول. حط لها أور بتصير أور بول كرتنا. غرفتنا أو غرفنا، شو معنى غرف؟ روم.